مرحبا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج كومنت. راح أكون أنا وياكم إلا بتقديم هذه الحلقة بجولة مع أبرز الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز الهاشتاجات اللي حقق ترند على منصتي تويتر وفيسبوك أيضا في العراق هو هاشتاج انعقاد جلسة البرلمان اللي غردوا به المدونين في تويتر. هذا الهاشتاج رفع بعد تداول مجموعة من الأخبار عن التحركات السياسية اللي هدفها التجديد للكاظمي بولاية ثانية، وكانت التغريدات تركز على موضوع عقد جلسة البرلمان لاختيار حكومة عراقية بديلة عن حكومة مصطفى الكاظمي والتي لم تكن على قدر من المسؤولية. نقرأ أبرز التغريدات في هذا الهاشتاج، أولى هذه التغريدات من تويتر. التغريدة تقول: انعقاد جلسة البرلمان هو أمر ضروري للسير بالعملية السياسية وبالعراق وشعبه إلى بر الأمان، فالحكومة الحالية ناقصة الصلاحيات دستوريا وكاملة الفساد والسرقات تياريا. حكومة المبخوت فتنة، يجب القضاء عليها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات خالية من رئيس وزراء الفتن ومستشاري الطشة ووزراء بلاسخارت. نقرأ تغريدة أخرى على هذا الهاشتاج مشاهدينا. التغريدة تقول: انعقاد جلسة البرلمان أمر ضروري لتشكيل حكومة خدمات تتجه إلى تعويض الشعب العراقي عن ما خذلته به الحكومات السابقة، وما يشاع عن تجديد ولاية المبخوت هو عبارة عن خرط فيسبوكي من جوقة المستشارين الفلتة الذين يحلمون بالاستمرار في نهب ثروات العراق والعراقيين في أفسد حكومة حكمت العراق. ونقرأ تغريدة أخيرة على هذا الهاشتاج. التغريدة تقول: في ظل كل هذه الفوضى الإعلامية والتشكيك بقدرته على التماسك وتشكيل الحكومة ومواجهة أدوات ومخططات الفوضى والفتنة، أصبح الإطار الشيعي أمام مفترق طرق واختبار جديد مهم يجب عليه النجاح به كما نجح في الاختبارات السابقة، وهو اختبار انعقاد جلسة البرلمان والمضي قدما من دون تأخير وتسويف. وفي هاشتاج آخر حقق ترند على منصتي فيسبوك وتويتر أيضا هو هاشتاج زيد المرعب. قصة هذا الهاشتاج هو كان بسبب تغريدة، هذه التغريدة نشرتها الطبيبة ملاك على تويتر وأثارت الكثير من الانتقادات، واضطرت بعدها الدكتورة إلى مسح التغريدة وإغلاق حسابها على منصة تويتر، وكانت تشرح في تغريدتها كيفية التعامل بها مع المرضى، وأطلقت عليهم مصطلح زبون، وتتعامل مع المرضى بأسلوب غير إنساني وغير لائق كما بيّنت تغريدتها التي نراها أمامنا على الشاشة. وختمت الموضوع بقولها: إني أكتب العلاج، أو أني أكتب العلاج للمرضى، بس لازم ويا رسالة. وهذه الانتقادات ما وقفت عند تغريدة الطبيبة ملاك، وإنما شملت زميلها الطبيب زيد المرعب اللي حياها على أسلوبها في التعامل مع المرضى برده: عاشت إيدك، سوي لهم اللي يردوه، ووية إهانة. وبعد كم الانتقادات اللي توجهت للطبيب زيد المرعب، اضطر هو الآخر إلى غلق حسابه على تويتر وفيسبوك أيضا. نشوف التغريدات أو أهم التغريدات اللي تناولت موضوع الدكتور زيد المرعب والدكتورة ملاك. أولى هذه التغريدات تقول: بعض الأطباء بالعراق يعتبرك عملة ورقية، مجرد كشفية ومدخول مادي، يظنون أنفسهم أحسن من الناس ويتعاملون بتعالي وبطريقة لا أخلاقية ولا إنسانية، خاصة بالاستشاريات والمستشفيات الحكومية. وصفاتهم على حسب رأي الدكتورة الخلوقة ملاك وزميلها زيد المرعب يجب أن تحتوي على علاج ورسالة.
بنشوف تغريدة أخرى تبعت هذه التغريدات للدكاترة المحترمين. التغريدة تقول: الله يشهد على كلامي، بصفتي أحد كوادر وزارة الصحة أعتبر نفسي خلال ساعات الدوام أجيرة عند المراجع، وهذا الواقع لأن الدولة تدفع لي راتب لأجل خدمة المراجع في مجال عملي. هاشتاغ زيد المرعب. وتغريدة أخيرة ردا على كلام الدكاترة، التغريدة تقول: بالعراق السياسي والطبيب اثنينهم يقسمون على القرآن قسم كاذب، الأول يسرق ميزانية الدولة والثاني تاجر أرواح، لا شرف مهنة ولا إنسانية، يشوفون المريض فلوس. شفت مريضة تبوس إيد الطبيبة تتوسل توقع من مليون العملية، تقولها دبري روحك أنا ما فاتحة العيادة للثواب، طلعت تبكي المريضة. هاشتاغ زيد المرعب. أما الهاشتاغ الآخر مشاهدينا الذي تم تداوله في داخل وخارج العراق أيضا فهو هاشتاغ ألكسندر دوغين. ألكسندر دوغين هو فيلسوف وكاتب قومي وباحث سياسي روسي، يوصف بأنه عقل بوتين والرجل الأقرب إليه ومخطط استراتيجيات روسيا الخارجية. في تصريح مثير له، دوغين يوم أمس جاء في التصريح: هرمجدون اقتربت على المؤمنين، التحالف مع روسيا التي تخوض الآن معركة حاسمة ضد أتباع المسيح الدجال، نحن نتعامل مع ما يسميه الشيوخ الأرثوذكس حضارة المسيح الدجال، لذلك فإن دور روسيا هو توحيد المؤمنين بمختلف الأديان في هذه المعركة الحاسمة، يجب ألا تنتظر حتى يوم يقوم عدوك أو عدو العالم بتدمير منزلك وقتل زوجك أو ابنك أو ابنتك، في مرحلة ما سيكون الأوان قد فات لا سمح الله، نعيش لنرى مثل هذه اللحظة. في هذا التصريح دعا المؤمنين إلى الوقوف إلى جانب روسيا في حربها ضد الغرب، واصفا الغرب بأنهم أتباع الدجال الذين يمثلون الشر وهم الغرب، وهرمجدون هي معركة الساعة التي تكون بين الخير والشر. نشوف أكيد أبرز التغريدات على هذا الهاشتاغ. أولى هذه التغريدات تقول: الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين: هرمجدون اقتربت على المسلمين، التحالف مع روسيا التي تخوض الآن معركة حاسمة ضد أتباع المسيح الدجال، مسألة فيها نظر. وأيضا تغريدة أخرى مشاهدينا، التغريدة تقول: ألكسندر دوغين: روسيا اليوم لديها حلفاء بما في ذلك الدول الإسلامية والأفريقية، لذا من الضروري العمل معهم ودعمهم، الغرب يحاربون الله وقيم الحياة السليمة، يحاربون الأسرة والفطرة والحياة الزوجية والإنسان في ذاته، دور روسيا هو توحيد المؤمنين خلفها. وأيضا مشاهدينا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدير مدرسة في أندونيسيا ومعاونه، وهم يبدأون بتكسير مجموعة من أجهزة الموبايل بالمطرقة أمام الطلبة وفي ساحة المدرسة، وذلك كنوع من أنواع العقوبة، وذلك بسبب قيام الطلبة بمخالفة تعليمات إدارة المدرسة واصطحاب أجهزة الموبايل معهم. فكانت أغلب الردود حول هذا الفيديو مؤيدة لهذا النوع من العقوبة، لأن الهواتف تشغل الطلبة عن أداء واجباتهم المدرسية. طبعا أكيد الفيديو موجود ويانا، خلونا نشوف هذا الفيديو المتداول. الفيديو Thank you.
لازم نشوف آراء الناس على السوشيال ميديا شنو كانت من خلال بعض تعليقاتهم على هذا الفيديو من تويتر. ما يصير يتلفها بهذا الشكل الوحشي، كان في الإمكان حرمانهم منها لمدة زمنية أو إعادة تدويرها للمحتاجين. حفظ النعمة واجب. وتعليق آخر أكيد مشاهدينا على هذا الفيديو المتداول، تعليق يقول يضربون على قلبي حرام بس يستاهلون حتى ما يلتهون عن الدراسة. في خبر آخر متداول عن نشر اللاعب يونس محمود فيديو مع ابنه داخل الملعب وكتب سؤال للجمهور، يصلح أو يصلح ذا النون؟ لا، لكن ابنه صدم الجمهور أو جمهور الكرة كرة القدم لأنه يفتقر لأي مهارة من مهارات أبيه، ونقدر نقول تطبق عليه مقولة ثلثين الولد على الخال مو على يونس محمود. لكن السنوات القادمة أكيد يعني ممكن تجيب يونس محمود عن تساؤله إذا كان ابنه ذا النون يصلح للعب كرة القدم أم لا. مشاهدينا أكيد أكو فيديو متداول. أكيد على هذا الفيديو هنالك تعليقات لرواد مواقع التواصل الاجتماعي رافقت هذا الفيديو. أولى هذه التعليقات من الانستغرام يقول له لا كابتن ما مبين بي مجال. وتعليق آخر أكيد مشاهدينا على هذا الفيديو، التعليق يقول ولك ذنون لا تنهزم من الطابة صير مثل أبوك. وتعليق اخير مشاهدينا على هذا الفيديو المتداول، التعليق يقول ودعتك كابتن عارضه ما يرهم. مشاهدينا وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم وجوله اكثر الاخبار تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي، نلتقيكم غدا ان شاء الله، الى اللقاء.